10 دقايق والعشاء يكون جاهز. بوسي اقعدي. في حاجة؟ اقعدي وانا اكلك ولا ايه؟ تحت امرك. اخبار سمير ايه؟ ما بيسألش عليا؟ لا، ولو حد سأل اكيد كنت هقول لحضرتك. مالك؟ قلقانة ليه كده؟ مالي ازاي؟ ما انا كويسة اهو يا شيخ صابر. وبعدين انا مش زبونة عند حضرتك، ولا لابسني جن، ولا حد عامل لي عمل. ما هو مش لازم الجن يأذي، بس البني ادم ممكن يأذي، واذيته صعبة قوي. أنا مش فاهمة حاجة، بس أنا لازم أقوم أحضر العشاء. سمير، أبو المجد بيديك كام؟ انطقي! غصب عني، أنا لو كنت خلفت كنت هسجن أبويا. أنا أبويا كان زمان شغال مع سمير أبو المجد، كان كاتب على نفسه وصولات أمانة، بسبب ظروف حصلت لنا فجأة أبويا تعب، كان لازم نرد الدين لسمير. وبعديها شافني وبدأ يشغلني معاه، وقبل ما يسجنش أبويا. وبعدها طلب مني إن أشتغل عندك. إيه له أخبارك؟ أبوس إيدك تسامحني، أبوس إيدك. أنا أبويا راجل كبير ومريض، ولو اتسجن ممكن يجرى له حاجة. اقعدي اقعدي. ألف سلام عليك، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. وأنت هتفضلي شغالة هنا، مش هتمشي، وهتوصلي لسمير كل حاجة، بس اللي أنا عايزها. حاضر، تحت أمرك. بما انك تحت امري فانا عايزك توصلي لسمير كل اللي هقوله لك بالظبط. حاضر، هقول له كل حاجه بالظبط، واي حاجه هتعوزها مني هعملها من غير ما افكر. دهب دهب سمعته بيتكلم في التليفون وبيقول انه معاه دهب قد اللي اتسرق مرتين ثلاثه، حتى الدهب اللي اتسرق هيعرف يرجعه ازاي. لا، معرفتش دي. وكان بيقول له في اقرب وقت الذهب كله هيبقى عندك، بس اتقل عليا لما رجع الذهب اللي اتسرق. هو حضرتك ليك علاقه بالذهب اللي بيقول عليه ده؟ اسمعني كويس، ترجع الفيلا، اي مكان بيتكلمها، اي حد يتصل عليه، اي حركه غريبه، اي خطوه يخطيها تبلغيني بها فورا. حاضر. تعمل ايه؟ حاضر. تبلغيني بها فورا. حاضر. يلا.